انت سامعني او مش سامعني، التحدي الكبير ما بين صفصف وما بين ولادها هالة وولادها سام ومريم. هنبتدي الاول، سامو هيقول الحاجات ونشوف هالة هتعرف تقرا الشفايف ولا لا. اول حاجه معاك ايه سامو؟ ممكن ابدا بدي؟ اوكي اوكي. لما ما تقولي انت شفت، لما شفت قلبي، لما شفت، ايوه لما شفت، لما شفته، لما شفت، لما شفت قلبي، قلبي دق، قلبي دق ثلاث دقات، لما شفتك قلبي دق ثلاث دقات، لما شفتك قلبي دق ثلاث، لما شفتك قلبي ثلاث دقات. ماشي صح، ماشي انا هقول سحرتني ولا سحرت لي؟ سح سحرتني سحرتني حارتني سمع حارتني سامو ساعة حارتني ساعة طب كملي رتني ساعة رتني ساعة رتني رتني بتقول ايه البت دي؟ البت دي بتقول ايه يا ماما؟ يا ماما مش هتقولي الحن. طب كملي الفيرس التاني، كملي الحتة التانية قولي كلها. سحرتني ولا سحرت لي؟ ساعة ورا سنة، أكملي لو مين لو كملتش الأغنية تعمل ايه؟ سحرتني ولا سحرت لي؟ ايه يا منى؟ سحرتني ولا سحرت لي؟ سحرتني أنا بحبها. سحرتني ولا ما سحرتني؟ ما سحرتني. دي بجول أكل أعمل قول هما الحلوين علشان حلوين يعملوا إيه كده. ايه ده؟ بالراحه بالراحه. هما ايه؟ هما امها، هما امك، هما امه، هما امه، هل امي، هما امك، هما امه. خلاص الحلوين، الحلوين يا ابني واحده واحده. الحلوين ها؟ علشان 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 ايوه علشان ايوه علشان حلوين حلوين علشان مين؟ ولادي هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده اهو. هو انا كنت عارفه الاولانيه اللي بتقولها لي كلها مش هتعرف. عشان الضحكه، عشان الواد الوي. طب بصي بصي هالة الوي، بصي هالة بصي هالة بصي هالة. ايه يا منى؟ انت ما شيلي حبيبتي، انت ما عرفتيهاش، بس لو قلتيها غنيتيها هتاخدي نقطة جدا. اللي هي ايه؟ هم الحلوين علشان حلوين. ايه هي اللي خدت؟ هم الحلوين، هم الحلوين علشان حلوين يعملوا كده. انتوا عملتوا اللي عليكوا، انتوا عملتوا اللي عليكوا، انتوا عملتوا اللي عليكوا. احنا هنشوف لما يبقى العكس هو الصحيح، هتبقوا اشطر من ماما ولا اخيب من ماما. هنتبادل المواقف. خليك ما تجوزيني يا ما ما با ما با ما ما تجوزيني، تجوز زيني اجوزك. ما تجوزيني ما حاضر يا ولدي، ما تجوزيني يا ما حاضر يا ولدي. يعني ازاي عارفينها اصلا؟ قولي ايه الاغنيه دي؟ ما تجوزيني ياما حاضر يا ولدي، تنك تقولي حاضر لما خدر شنبيه، بكره سوق الخميس هرهلك حلقي، حلقه خساره ياما في بيت الرفضي، بيت الرفضي. فولكلور ماما مدخلها في البيت فولكلور. ولاد صفصف. تلاقي ده الحاجه الوحيده العربي اللي عارفينها صح؟ تقريبا. فولكلور. يلا معاكي.
عايز تكسبني طبل لي. عايز عايز صعب عايز تكسبني طبل لي. انت عايزاني طبليني؟ انا عايز تكسبني طبلي. عايزه ايه؟ انا مش فاهمة. عايزه ايه؟ عايز تكسبني طبلي. تمام. اللي بعديها مفيش ما فيش فش مفيش 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 ايوه مفيش شبهي شبح شبهي شبح شبه قولي الجمله كلها ها هي شبهي مفيش شبهي قولي كلها مفيش شبهي في بلدي بلد مفيش شبهي في بلدك قارن ورقي بورقك مفيش شبهي في بلدك في بلدك قارن راهن قا 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 قارن قاهن قا ر ر ر قائل قارن قالنا قارن شيلي مفيش شبهي في بلدك قارن ورقي بورقك وكان لازم تكوني عارفة الأغنية دي. هلا صدقي هي اللي كسبت. لا طبعا طبعا خليني اقول اني والله الملكية والرويال فاميليز او العائلات الملكية باشكال وانواع في ملكية سياسية وفي ملكية ادبية وفي ملكية فنية واذا كان محمد سامي قال عليها الملكة صفصف فالحقيقة ان هي لازم يتقال لها صاحبة سمو في الاداء صاحبة سمو في التمثيل صاحبة سمو في الاستقامة في حياتها من يوم ما بدأت لحد دلوقتي صاحبة سمو في شجاعتها ومقاومتها لمطبات كتيرة جدا حصلت في الحياة صاحبة سمو لأنها كملت مشوار باختيارات صعبة في كل حاجة ما كانتش سهلة أبدا وصاحبة سمو إن هي بالرغم من كل المشاكل دي قدرت تحافظ على قلب من ذهب قلب نقي قلب محب قلب بيطبطب على كل اللي حواليها حتى لو هي أحيانا اللي بتبقى محتاجة الطبطبة هالة صدق سامو حبايب ماما ومريم سامو حبايب ماما بتحبها اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه